فرؤية الخطيبة في المنام ربما إن كان منظرها حسن ولبسها حسن قد يدل على سماع بعض الأخبار عنها. قال سبحانه وتعالى: قد نبأنا الله من أخباركم. أما بالنسبة للصالة إن كان فيها اتساع فهو فرج. ورؤية الأم في المنام بر وإحسان بها، قال سبحانه وتعالى: بالوالدين إحسانا. ودخول هؤلاء الناس ربما دخول أخبارهم، وأيضا إذا خرج الإنسان من منزله ورأى الباب مثلا مفتوحا أمامه في الغالب ما يفسر بالفرج. هذا والعلم عند الله.